طمني يا دكتور، عرفت عندي مشكلة في ايه؟ والله يا وسيلة انا كان نفسي افرحك، بس للأسف كل التحاليل والأشعة اللي قدامي بتؤكد انك عندك عيب خلقي في الرحم، هو ده اللي مانع الخلفة. شوفي يا وسيلة، انت دلوقتي محتاجة عمليتين. العملية الاولانية دي عشان نتخلص منها من العيب الخلقي اللي موجود في الرحم، ودي محتاجة ادوات مش متوفرة في مصر، موجودة برة طبعا. والعملية التانية دي عملية تخصيب مجهري، ودي عملية سهلة جدا عن الاولانية. والعملية دي تكلف كام؟ دي تتكلف في حدود 200,000 جنيه. 200,000 جنيه جبتهم اخلف؟ ما جبتهمش مخلفش. انا اسف يا وسيلة ان انا ببلغك الخبر ده، بس انت عارفة انا لو اقدر اعمل حاجة كنت عملتها. عموما لو قدرنا ندبر المبلغ ممكن اعملك لينك مع المستشفى في لندن.